هاي ريكوردينج. طيب اذا بيلدينج ان افكتيف تيم بيست اون تراست اند ا كومن جول، وهذا امر مهم جدا للتغيير، يعني مانجينج تشينج اند ليدينج تشينج. زي ما ذكرنا بالبدايه، اذا بدك تعمل تغيير بده يكون عندك سنس اوف ايرجنسي، بده يكون في عندك رؤيه، بده يكون في هاي المقاومات الاساسيه للتغيير، سنس اوف ايرجنسي، ما يكون في عندك كومبلسنسي، يكون في عندك رؤيه مشتركه وذكرناها، يكون في عندك فريق، وهي اللي بنحكي عن الفريق هنا، وبعد شوي بنحكي عن بعض النقاط الاخرى. لكن ضمن النقطه اللي هو الكوليشن او الفريق، لازم يكون في ايش، اي فريق، الفريق لازم يكون مواصفاته افكتيف، وكل اعضاء يكون عندهم رؤيه مشتركه. اذا كان ما في رؤيه مشتركه وثقة، بيكون في عندنا مشكلة. إذا مقومات الإفكتيف تيم هي ثقة، إنه يكون في، ما يكون في عندنا التفكير بالأعضاء أو التفكير الفريق ككل، أو الأعضاء كلهم على حدة يكون تفكيره ضيق. يعني مثلا كيف يكون ضيق؟ مثلا إحنا بدنا نعمل مشروع على مستوى كلية الاقتصاد، وأعضاء هذا المشروع من كل قسم عضو، من كل قسم من أقسام الكلية عضو. في عندنا 7 أقسام في كلية الاقتصاد، لو أخذنا من كل قسم عضو مشان نعمل مشروع للكلية، إذا كان واحد تفكيره في قسمه وأهدافه من قسمه، وبيقول لك قسمي وقسمي وقسمي، وأنا بدي مشان قسمي وبدي مشان الفكرة الفلانية، هذا نورو مايندد. إذا فكر مشان الكلية ككل، هذا برود مايندد. أوكي، هذا المنتال موديل اللي حكينا عنه سابقا، اللي هو فيه سيستم ثينكينج، تفكير نظمي، تفكير شامل، تفكير على مستوى كل الأقسام مش على مستوى قسم واحد. فلذلك هنا بصير في عندنا effective team، لما كل واحد فيهم بفكر من نظرة شمولية للمؤسسة بشكل عام وليس لأجزاء من المؤسسة. في بعض الأشخاص تلاقيه متقوقع في وين؟ متقوقع في الديبارتمنت تبعته، أو متقوقع في الوحدة تبعته. He is not seeing anything bigger than that. Okay. زي ما صار معي أنا لما صرت نائب عميد، يعني كنت نارو مايندد في البداية. ليش؟ كثير من الأشياء اللي تصير أربطها في قسمي، بعدين قلت لحالي طيب أنا مش قسم إدارة الأعمال، أنا مش رئيس قسم إدارة الأعمال، ولا أنا عضو في قسم إدارة الأعمال. أنا عضو في قسم إدارة الأعمال، بس أنا هلأ يعني مسؤوليتي بالتعاون مع العميد وطاقم العمادة هو الكلية ككل، والقسم هو جزء من هذه الكلية. شوف كيف الإنسان ممكن يقع في التفكير الضيق مرات، زي ما صار معي. فهذه طلعت من هذا التفكير، لأنه صارت همومي واهتمامي في رؤية الكلية ككل. أوكي، طبعا هذا جزء، لكن لما نطلع للرئاسة، لما نطلع للمؤسسة ككل، كجامعة أو كمؤسسة أو كفاملي، في تفكيرك يكون لكل الفاملي تبعتك، لكل المؤسسة تبعتك يكون هذا التفكير. وما تنسى طبعا التفكير الجزئي، التفكير الجزئي هو بظل تفكير جزئي، والتفكير الكلي بظل تفكير كلي اللي هو دومينيتنج. فاذا هنا trust lead to respect، understanding and enrollment، الثقه بتقود الى الاحترام. دائما الثقه تقود الى الاحترام، والاحترام يقود الى الثقه. يعني اذا بتحترم زميلك بثق فيك، واذا بتثق فيه بيحترمك. فهذول الثنتين بتقودن لبعضهم، بس انت الاصل هو الثقه، هي اللي بتقود للاحترام، وبعدين بصير الاحترام بتعزز. اوكي، understanding and enrollment، الفريق بده وعي، بده فهم، وبده انك انت جزء من الفريق، تعتز في هذا الفريق. enrollment زي ما حكينا في الامس، وجزء ما كانش الصوت واضح، اللي هو الانخراط. مين اللي قالها فيكو؟ أنا الدكتور أحمد. بالضبط. فأنا معاكم، أنا أنتمي لهذا الفريق، أنا مسجل في هذا الفريق، أنا جزء من هذا الفريق، مش أنا ماليش علاقة. فالإنرولمنت عكس اللي بيقول ماليش علاقة، أنا هيك بالمراسلة بس مع الفريق. لا، ده يكون جزء من الفريق. سوشيال أكتيفيتيز مهمة للإفكتيف تيم. Social activities lubricate things and create trust conditions among people. معلش، اخلقوا، ابدعوا، ابتكروا، اصنع مناسبات اجتماعية وبشكل مقنن وليس بشكل عشوائي. مناسبات اجتماعية ممتاز جدا، الدردشة، يطلع برا الواحد، يروح هو والمجموعة تبعته. زي ما ذكرت انه احنا في قصة في هذيك اليوم طلعنا مشوار،
مجموعة الفريق اللي بنشتغل على موضوع معين، طلعنا مشوار وانبسطنا وأكلنا وشربنا وطلبنا أكل، وكنا بيجي يعني 7-8، صح كان في تباعد اجتماعي تخافوش، كنا كلياتنا لابسين كمامات. ف groupthink is bad for the team. Groupthink, don't think groupthink. Groupthink معناته انك انت تستسلم واعضاء الفريق تسلموا للراي المسيطر. ما بعرف ليش سموها groupthink، بس هي هاي المقصود فيها، انه اعضاء الفريق يستسلموا للراي المسيطر او للراي صاحب السلطه. اوكي، فبتلاقي دائما بالفريق حتى لو ما كان فيه ليدر، في واحد تلاقي دائما يعني هيك عنده بواصفات قيادية معينة، بوس. فالأعضاء ممكن يشوفوا إنه والله وجهة نظره مش مزبوطة. إذا كان في جروب ثينك شو بصير؟ بأي دولة بيعرضوا؟ شو رأيكوا؟ إذا كان في جروب ثينك، جروب ثينك؟ بعرضه أكيد دكتور. لا بأيده. بأيده. لأنه group think is bad for the team. فإذا كان في group think موجود، المينتال موديل في group think، فبأيده. بأيده إيش؟ عشان ما يزعلوهوش، عشان ينبسط، عشان ما يزعلش. يعني في صفات قيادية. في صفات قيادية معينة. طيب أنتوا شفتوا إنه هذا غلط، تسكتوش عليه. بس ما بيسكتوا عليه وهم عارفين إنه غلط. ليش؟ ليقلوا المركب ماشي. وكثير من الأحيان هذا جزء من المجاملة، أحيانا جزء من النفاق، أحيانا أخرى hypocrisy، إنه we try to just let it go, let it go, no problem, we don't want to disturb or create conflict. وإذا واحد بعارض، أنت واحد بدك تخلق conflict، ما حكى البوس كذا وكذا وكذا وكذا، ليش أنت بدك طالع لي دائما معارض وكذا؟ رغم انه في شيء اسمه في التيم وورك شيء اسمه ديفل ادفوكيت. ديفل ادفوكيت، ديفل ادفوكيت هو زي معناته محامي الشيطان، وهذا مرات بيكون مقبول داخل الفريق. محامي الشيطان كيف بيكون؟ مثلا الفريق بده يعمل مشروع معين والكل موافق عليه، بيجي هذا ايش وقف بالنص، برفع يده يقول لهم لا 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 انتوا غلطانين، أنا وجهة نظري كذا 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 كذا، وعكس وجهة نظر، هذا المشروع راح يودينا في داهية. بطلع واحد ثاني يقوله يا رجل ما بصير إشارة حكمة، لا المشروع كويس وكذا، بطلع بقوله لا الزاوية تبعتك غلط وهكذا وكذا. فهو زي كيف المحامي، بس من نوع من المحامي الشيطان. ليش سموه محامي الشيطان؟ devil advocate أو devil advocacy method، لأنه حتى لو كان الشيطان بالمحكمة يقدر يدافع عنه، فمن كثر ما هو عنده يعني قدرة على الحوار والجدال. وهذا النوع مرات ممكن يكون كويس، يعني الواسطة تحتاج له إيش؟ مشان يخلي اللي بدهم يتخذوا قرار ما يتسرعوا ويضربوا بريكات. أوكي، كثير من الأحيان يعني أنا أقول لك، إحنا عندنا في الكلية كنا في لحظة من اللحظات نريد أن نعقد اتفاقية في الكلية لحاضنة أعمال مع جهة معينة لا أريد أن أسميها، وأولمست وقعنا على الاتفاقية. قبل أن نوقع الاتفاقية، أحد المشاركين في تمحيص الاتفاقية، ودائما هذا يعني بلاقي ثغرات، وجد ثغرة وقال لا في هناك مشكلة. ساعتها يعني لو يعني كانت يعني بين يوم أو يومين نوقع الاتفاقية، كان أكبر خطأ نقترفه في الكلية. ولازلنا لحد الآن لم ننشئ حاضنة أعمال. أوكي، والسبب هو أنه مرات بدك تفكر وبدك يعني تكون دقيق في الأمور. Meeting offsite is good. إذا في هاي النقاط، فيها إشي good فيها إشي bad. أول نقطة bad، النقطة الثانية good، النقطة الثالثة good، النقطة الرابعة bad، النقطة الخامسة good. منها شكلها بين good. Meeting offsite يعني إنك تجتمع، لا تقتصر اجتماعاتك في الفريق دائما في المؤسسة، في نفس المكان، في المكتب،
في الدائرة. لا, try to sometimes, if possible, to meet outside in a coffee shop. Nice atmosphere in a coffee shop. وهدوء مثلاً, مكان هادئ, كوفي شوب هادئة, تقعد أنت وياهم تجتمع لاتخاذ قرار. بيعطي الأمور إذا كان في هناك في الإمكان. Building an effective team based trust and communication. أيضا commitment to excellence may bind the team to work together. إذا الفريق عنده أو لازم الفريق حتى يكون effective team لازم يكون في commitment to excellence. مين يقول شو يعني commitment to excellence؟ علق عليها هاي النقطة. من الأعضاء الفريق عندي الشباب 18 اللي بس 18 عندي. دكتور علي تفضلي. يعني الالتزام بالتميز دكتور. حب التميز, التماس, الانتماء للتميز. طيب كملي لي اياها كلها اذا بتقدري. يعني حب التميز, وممكن يربط الفريق مع بعض انه يكون في انوفيشن, وهذا انه يعني ديزاير, يعني انه بدهم هذا الاشي يعني. نعم. To make their organization perform to the very highest, يعني انه ليوصل للorganization لاعلى مراحل من كويس التميز. بس كويس, بس خلي احمد رفع ايده لانه بده يضيف شيء. تفضل يا احمد. commitment to excellence يعني دكتور هو الالتزام بالتميز, انه هم كل اعضاء الفريق انهم يلتزموا بقرار انهم هم بدهم يكونوا مميزين. وبقول لك هو ذس دائما, انت تخيل نفسك انه في عندك شيء بدك تعمله كمنتج ويكون هذا المنتج يعني ذا بيست, انه لما يطلع هذا المنتج يكون اقبال عليه شديد جدا من قبل الكاستمرز, ذا بيست برودكت. اوكي, شو بيسوي هذا؟ This commitment to excellence among the team may bind the team together to work together, زي ما حكت أسيل. بيخلي الفريق دائما commitment to excellence, بتخلي الفريق كله شد مع بعضه. They bind, يعني تربط, bind يربط الأعضاء الفريق together. So this is a real and strong desire to make their organization perform to the very highest level possible. وهي بتنسجم مع الكومبليسنسي اللي حكينا عنها والسنس اوف ايرجنسي. دائما في علاقة طردية بين السنس اوف ايرجنسي والاكسلنس او الاشي المهم. لما يكون الاشي مهم كثير وبدك تسوي منتج واو, يعني مثلا زي لما جوجل عملوا مثلا جوجل سيرش او اي جوجل برودكت او سيرفيس, الفريق اللي لانه في شيء اكسلنت بدهم يعملوه للبشريه, بتلاقي انه ايش, بتلاقي بانه كلهم بيكونوا متحدين مع بعضهم البعض, وبيكون في سنس اوف ايرجنسي هاي. اوكي, ليش؟ لانه بيكونوا كلهم عندهم ديزاير انه يفاجئوا العالم بشيء كويس. اوكي, فالسنس اوف ايرجنسي بتلاقيها هاي, مرتبط ارتباط وثيق مع الإكسلنس. كل ما كان الشيء جودته عالية وإكسلنت ثينك, كل ما كان أنت بدك تسويه ومتحمس تسويه ومهتم أنك تسوي هذا الشيء. لكن لما يكون الإشي مش واو, it's not so vital, it's not so important, it's below average, it is average, then you will not care that much, and you will not cooperate that much, and the team will not bind together that much. Okay, فهاي النقطة مهمة بالنسبة للموضوع. آخر سلايد يا عبادة. طيب مين بحب يقرأ لي أول نقطة مشان نحط هيك. تفضل يا تالا. Finds the right people with strong position. Okay. طيب. Building an effective team that can make a change happen. Finds the right people with strong position power, broad and diverse expertise, and high credibility, and with leadership and management skills, especially leadership. Mm-hmm.
إذن هاي أول نقطة لإيش؟ To find the right people at the right time. بالضبط. إذن إذا بدك تنجح بالمهمة تبعتك في التغيير في البرامج في الchange بدك you have to find the right people. The right people also with strong position power. عندهم الصلاحيات وعندهم الauthority وعندهم broad expertise وhigh credibility عندهم مصداقية. ما تجيب ناس ما عندهم مش مصداقية وعندهم leadership and management skill لكن leadership أكثر. النقطة الثانية بعد تالا مين بحب يقرأ النقطة الثانية؟ هيا رائد تفضلي هيا. Create trust of site events and lot of talk and social activities. بالضبط. هاي بتلتقي مع النقطة اللي حكيناها وين؟ هون. Meeting of site. هون. هاي بالضبط. نفس زي هاي. صح؟ نيجي عليها نفس الشيء تقريبا. أوكي؟ أحسنت يا هيا. مين يقرأ النقطة رقم ثلاثة ويفسر ليها؟ سهل كثير يبدونها. بس قراءة. سوسن. تفضلي يا سوسن. Develop a common goal sensible to the head and appealing to the heart. أن نطور هدف مشترك وهذا الهدف يعني نأخذه بشكل منطقي وعقلاني. وبرضه يكون يعني بلامس القلب يعني يكون صحيح. يا سلام عليك appealing to the heart يعني فعل بلامس القلب. في commitment قلبية يعني في desire emotional desire to achieve the goal. يعني أنت لما نحكي عن التخرج مش goal مثلا هو مش common goal هو إلك individual goal بس مشان المثال مشان ضبط المثال ها developing a goal what is my goal التخرج من الجامعة أتخرج هذا مش sensible to the head and appealing to your heart it's appealing to your heart ليش؟ يوم التخرج كم الفرحة بتكون كم الانفعال العاطفي الإيجابي والسعيد بيكون عندك يوم التخرج فإذاك من السنة الأولى وإنت أو إنتي الكومن جول هذا تبعك أو الجول تبعك individual goal بيضرب على وين؟ بيضرب على وتر المايند والهارت Okay, they work together, your mind and your heart, the desire to achieve the goal, and your mind is also working every day in studying and in reviewing your material and in making very good grades in the exam. هذا بيستنفذ إيش؟ بنستنفذ الطاقة الذهنية. لكن وانت بتعمل في الطاقة الذهنية تبعتك هاي مشان تدرس وتجيب علامات عالية والمخ تبعك يشتغل الهيد الراس البرين قلبك كمان بيكون شغال بيكون ينبض و و و و و و في اتجاه ايش في اتجاه الهدف فيوم ما تحقق الهدف سواء المؤسسة بتحقق الهدف في مشروع معين في ربح معين في تارجت معينة في إبداع معين يجد أنه الفريق اللي عمل هذا على هذا المشروع كلهم بتلاقيهم سعداء السعادة وين ما مكمنها القلب السعادة والعواطف والإيموشنز مكمنها هو الهارت لذلك هاي هي السلافي هون طيب ننتقل إلى فايل ثانية نقول نو ونيجي على قبل ما ينتهي الوقت إن شاء الله الوقت الأول نيجي على فايل حطيتك إياها أنا في social innovation you will love this file it's about social innovation it's a new topic which is very much related to our topic okay فقبل ما تنتهي الدقيقة اللي ضايلة مين يقول لي شو مقصود في social innovation ونرجع طبعا والعدد 19 مين يقول لي شو مقصود في social innovation بس كلمة بس المعنى
معنى الكلمتين social inhibition. دكتور الإبداع عبادة الإبداع الاجتماعي أو الابتكار المجتمعي بالضبط هي معناها الإبداع الاجتماعي صح يا أحمد إبراهيم؟ مظبوط دكتور صح الإبداع الاجتماعي سمعتوا عنها سابقا ولا أول مرة؟ تقريبا في شيء مرادف لها اللي هو social entrepreneurship social entrepreneurship اللي هي الريادية المجتمعية أو الريادة الاجتماعية.